الأربع ستة دقائق علي في محلى راديو هذه العبية اللي تجيكم انت وحتى للخمسة متاع العشية. مساء الخيرات مساء الأنوار للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا. نسلموا برشا على الناس اللي تبع فينا على الباج فيسبوك راديو إف إم ولا على الشان إي إف إم تي في على اليوتيوب مع اتصالات تونس كالعادة. لا لا يقتنع عادة معنا حد يروح متغشش. هذا شعارنا اللي بدينا به, شعارنا اللي إن شاء الله باش نواصلوا به طيلة الموسم. إتوال 600 إتوال واحد دياس, إتوال 600 إتوال واحد دياس. كود استنستو به, كود الفرحة, كود الربح, كود الألف دينار كان تكون واحد من المتبرين اللي شاركوا معنا لايف. كيف كيف 20 مليون, نعم 20 ألف دينار كان اسمك يخرج في القرعة الكبرى. هذا بكل من إهداء اتصالات تونس. حلقة الخميس حاضر محمد والغايب إبليس. 29 فيفري 2024 فرحان انه يكون موجود معايا على يساري. باش نبدأ باليسار اليوم صديق العسيس نجم الانستغرام زميلنا في اف ام استنستو به في ايميسيون باي الزردي صديقي نادر شقرون. عسلامة نادر. مرحبا وليد, شنو حوالك انت؟ من صراحة فديت من الربح هنا, كل عندكم عام تشاركوا ولا عامين نجي نربح ونروح. نجي تربح وتروح. ها واللي يعجبني فيك معناها عندك نسبة متاع زهر رهيبة جدا, ولكن لعبرة في الخواتيم كما قلت لك المرة اللي فاتت. لعبرة بالخواتيم ولا والمرة هذه شنو نعاود نربح؟ عجيب. سمعت الضحكة نسيتش الفايدة في الأخر شكون مش يضحك من بعد زعما خليته يضحك كما يحب. من محل المرة اللي فاتت دورت لي صحفيين ربحتهم الكل كملتهم تو نبداو بالممثلين واللي معاك باش تكمل نكملوهم بالواحد بالواحد على بعض على بعض. مراتي حد فرحان برشا انه يكون موجود معايا حفة تونس نجم من نجوم الكوميديا جمال سيسي. عسلامة جو. عسلامة وعسلامة الناس تسمع فينا الكل. لما نادر انت نادر الوجود اكيد معناها الربح بالزهر هو نادر في اجاباته. هو نادر في اجاباته لا وربح بالزهر بحليه الاعتراف. نحن نربح بالمعلومات والمعرفة. صحيح. تشوف سيسي اليوم انا عمري ما خسرت له اليوم. عجبني عجبتني اليوم البدايه. انا عجبتني البدايه عجبتني على الاخر معناها بحال بدلتولي البوزور مستنس بالاخضر مره هذه الاحمر. اي تفرق. اي وبعد شوف الخانه ريحه تكون مسحوره. صحيح. اي لا تفرق اي خاطر الاخضر ما يزربش برشا الاخر يزرب اكثر. عنده حق عنده حق. باهي اغزر انا فرحان برشا انه بديت بالحماسه هذه. ما شكون باش يكون الضحيه؟ شكون باش يكون الضحيه نادر؟ انت ولا هو؟ بتبيع هو حاجه اكيد. عجيب تنشوف واحد ما نحكيوش برشا ديما ساكتين. اي ديما ساكتين ويعجبك فيه ديما ساكتين. يظهر لي باش يجاوب على البزور الاول قبل باش تفر. انا ناكد لك حاجه والساده المستمعين ناكد لهم حاجه بشوفوا عرض اليوم. بحول الله بحول الله نسبه الغباء انا سي جمال مغروم به من قبل كتب على الباب. لكن اكدوا اللي هو خصم ساهل باش يكون هذا خصم ساهل الواحد يسمعوا فينا الكل هذا يحفظ فيها ثلاث ايام. خصم ساهل خصم ساهل عاودها خصم ساهل. يلا سيدي نمشيو لولاية صفاقس 28 عام ابتسام بن كريم. عسلامة ابتسام. مرحبا. شحوالك ابتسام؟ صباح الخير ابتسام. لاباس الحمد لله. شتعمل في الدنيا يا ابتسام؟ موديليست. موديليست. اسمع سيدي فنانة ايوا فنانة تتسمى راه خاطر فن هذاك لا كرياسيون والدنيا به 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 بلا ابتسام. عمل علينا طله في الراديو خوك نادر لازم تعمل عليه طله خاطر نورمال يلبس بدري اخضر ومن الفوق احمر على الاصفر على الابيض الالوان الكل معناها قوس قزح بوم زاير قوس قزح. بيه ابتسام حاضر المباراه. حاضر. اقعد معنا على التليفون ابتسام. نمشيو المنوبه 31 عام بسام زلعوتي. ان شاء الله اللقب صحيح. شحالك يا بسام؟ شنو عملك يا بسام؟ الحمد لله. صح بخير؟ والله الحمد لله. في الخدمة ولا في الدار يا بسام؟ في الخدمة والله في الخدمة. الله المستعان الله المستعان. عايشين عايشين. هاي حاضر بسام المباراة. هاي حاضر حاضر. حاضر. يلا بسام وابتسام باش نعطيكم سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يا يكون ضمن فريق جمال ساسي ولا ضمن فريق السيد اللي جاي متحزم اليوم عمك نادر شقرون. نبداو بك انت يا ابتسام. حاضر ابتسام؟ حاضر. ليديز فيرست. السؤال يقول له ابتسام سمي لي ثلاثة ماكلات شامية معناها من شيرة الشام. سمي لي. هاي هي هكا الكبه والمعجوق اول السمبوسه شو اسمه؟
سمبوسه. بالله لا 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 سمبوسه ركز معاه. لا 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 لحظه 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 ابتسام شو اسمه نادر الاخره سمبوسه سمبوسه اي من الاول قال سمبوته. لا لا غلطت فيهم هذوما غلطت فيهم سلم بالمصافحه هذوما بالذات ما غلطت فيهم بابا غنوش وفتوش سمبوسك. لا فما سمبوسه زيد عجيب ولا سمبوسه حط اختار حط اللي تحب يا ودي يزي ما تحديش ما تحد. والاخرى شنو اللي سميتها؟ معجوقه. معجوقه يعجبك فيه ثقافه تعرف ايش معجوقه يا دوني دوني شيء من داخل بالبيستاش والبندق. وي وي ميرسي بوكو يعرف ايش خاطر ما يعرف ايش لا لا نعرف بعدين في لبنان هو خليه ما يعرفش المعجوقه اي معجوقه نعرف معجون انا خويا سفرج الويتيب في الدار ذاك نعرف. باهي في قدم ثانية ابتسام سيدة المخرجة إجابة إجابة أكها في البرك في 10 ثواني يز في البرك يلا بسام. أخوي هلا بيك. هاي بسام موجود أنا ديما موجود يا أخوي يلا بسام عندك 30 10 ثواني ولكن مطالب أنك تعطيني زوز إجابات فقط. السؤال يقول له. بسام سمي لي 3 حاجات نلقاهم في الجامعة. جامعة سجادة مصحف ليلة المصحف يس في البركة يس يس المحراب الأحصيرة سبحة المصلين الإمام كل تقام في الجامعة ذو مرة يلا ثريا كل تقام في الجامعة يلا ميسيرش ابتسام صديقتي يلا غالب بسام أعطانا زوز إجابات دونك بسام لك الاختيار نادر شقرون وإلا جمال سيسي يلا بسام نادر شقرون. بالله لحظة لحظة. يا بسام متأكد معناه في كامل قواك العقلية صديقي مع مع كامل احتراماتي معناه واعتذارات. يا بسام بسام سؤالك حاجة برك الجملة هذه يقولها الكل متباري وفي الآخر نربحوا احنا. يا بسام فايق مقيل بالكدا فطرت بالكدا امورك واضحة. لا لا في الخدمة تعب في الخدمة. بكشي تعب من خدمة ولا حاجة تحب مدة أخرى تفكر شوية بس تتعلموز بس ايه ولاني عمري ما خسرت المخرجة قد يبالكشي تحت التهديد تحت التهديد إلى الأمام في بالك إلى حد الآن لو فما حتى متباني ما اختارنيش زي ما يختاروني هنا بعد يربحوا ليه هم يختاروا فيك ما غلطين في الاسم الاسم يظهر يعطي الاسم يعطي ما غلطين في الاسم ما في اخر الحلقة دي ما نربحهم في مليون نادر هو الاسم يعطي لانه انت جهبد ولا مفكر ولا معناه ما يقولش ماكسيموم كعبتين عظام لا بالخواتيم كما قلت لك في الاخر ربحهم انا ما فما حتى متبالي ما ربحتوش انا في الاخر بس يا بسام بعد ما تسمعش برشا في الاخر شنو بسام في الاخر مانيش باش نقول لك الا غالب صديقي باش نقول لك سلم وكاو يلا بسام مع نادر ابتسام مع جمال نمشي مباشره للسؤال السرعه سؤال البزر قبل هذا كل نحب ربي تحيه الصديقه اسمها دره تبع فينا برشا قالت انا كي نبدا مروحه بكستريس الخدمة نسمعكم تعطيوني ديزونت بوزيتيف. السلام عليك برشا يا درة ميرسي بوكو على المساج متاعك. جمال سيسي نادر شقروني ديكم على البزر السرعة مطلوبة بالله يعطي قصف عشوائي ديريك جرب يا جمال بالله يا جمال جيتك بجاه ربي لا ترحمه. السؤال يقول أنا هي أصغر بلاد في إفريقيا من حيث عدد السكان. عجيب هاي. اسمعني بصراحة عطين لي جبل اللي متدخل سيشيل سيشيل ظهر سيشيل نعرفها هذي ملي صغير نعرف برش بشي فضها بصراحة سي جمال تنقى ذي سي جمال بكل لطف نطلب منك تقوي لي اليوم في النيفو شوية بكل صراحة بكل لطف فديت من ربح بصراحة فديت من ربح وسي وليد ديما ينبر في الاخر نربح ما تم صراحة فدي حسبته مجموعة السيشيل سكتنا 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 ليه قال نعرفه من هنا صغير يلا السؤال الموالي السؤال الموالي السؤال الموالي ديري يلا 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 على بعض هيا سي بسام هيا اخويا معك فرحان بسام نبرة صوتك تبدلت شوية قبيليك شكيت في روحك قلت سبحان الله بار اخويا رغم اللي انا باقي مصر على اللي قلته راهو انا مصر على قلت يلا بسام معك معك نادر 30 ثانيه سؤال على نقطه صديقي. السؤال يقول شنو اسم البلاد اللي احتلت العاصمه الامريكيه واشنطن واضرمت النيران في البيت الابيض الاقتراحات روسيا الصين ولا بريطانيا يا شقرون بريطانيا خاطر حسيت ولعبت عليه الدوخه ديريكت ها عطيني اللي جاب بريطانيا
بريطانيا بسام جاوبني هي باش كيما جاوبني هي جمال. شنو هي الحكايه يا جمال؟ ها جمال زاد ضربت الصدمه شوك عندي شوك جا درش كليه اليوم مش مستانس راه. لا 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 المستمع الوفيه دره ما تاخوش متى هاك تسمع فيه وانت فاسليه وشيء يودي هو زهرت له اللي بسام جاوب ديريكت يختبع بسام. ايوه ولا بسام قاعد منعه المره ذي اما هو صح عليه مازال ما تشدش بسام احنا نجاوبه بالصحيح وخلي يقولوا ليش يقولوا خلي يقولوا ايش يهمه. فوالا 1814 احتلت القوات البريطانيه العاصمه الامريكيه واشنطن. جواب صحيح. وقت الرئيس الامريكي هز مرايته زفندن. يلا سي نادر والله يا افحمتنا ما سؤال موالي سؤال موالي خويا نروح انا ولا مش اشتر لفه ليش لفه جمله سيد ولا معناها وصل درجه الاهانه راه طنق ولا يهين فينا يا سي جمال. سويلي سويلي سيدي سويل موالي تفضل تفضل يلا يديكم على البزور. شنو هو اسم انظف مدينه عربيه؟ دبي. يا عيني عليك خدك كان في البزار توا نروح انا هذا كان خدك البزار نمشي على الحيط سبايدر مان. يلا ابتسام. ايوه ايا بسام اي باش تبدا توا تقعد تسمع بركة صديق باش تبدا سلسلة من طول اخر الحلقة السلسلة هذيك باش تبدا توا. يلا ابتسام جمال عندكم 30 ثانية السؤال على نقطة. السؤال يقول شكون أطول الشعوب العربية من حيث القامة؟ الاقتراحات المصريين العراقيين ولا اللبنانيين؟ ها شو مدخلك مدام ابتسام عندك المعلومة؟ المصريين أنا قلت أنا يظهر لي اللبنانيين وأنت لكي سداد الرأي. يلا بزرك أي أنت التوقيت باش تبع جمال ابتسام أي تبع جمال رغم اني تشكيت في المصريين علاش بدلت رايك يا ابتسام؟ ماش قلت بالكش اللبنانيين قلت بالكش اللبنانيين الفراعنه راهم طويل تبارك الله. اي ها؟ اي خممت كيك انت مشيت لل التوجه هذاك. شكون اطول الشعوب العربيه من حيث القامه بين المصريين العراقيين اللبنانيين؟ نقطه التعادل جمال ساسي ابتسام جواب صحيح. شلاته في نادر شقرون عندهم اكيب قويه تاع باسكيت لبنان صحيح. لعبت معاهم انا زعما زدنا معلومه انت تو لا نعرفها الاجابه هذه على هيك نزلت الاجابه هذيك. يلا نقطة التعادل السؤال هذا يرد بالك يا جمال ما كانش بسام ونادر باش يضحكوا علينا ضحكة ان شاء الله ليه دبر راسك يضحكوا في الخير وانا سؤال سهل هو سؤال سهل سؤال سهل ماهل ولكن انا متأكد اللي جمال باش يجاوب عليه. السؤال يقول شنو اسم العملة اللي كانت تستعملها ألمانيا قبل اليورو؟ فار ما تسرع شنو هي الساعة؟ المارك. هي المارك علاش تزرب يا جمال؟ ريت باكيكا يربح هو قوته غادي يربح يلبد فهمت يخلي الخصم نتاعو يغلط وفوالا. شكرا سيد الحكم اعطيني بربي الفار عند نادر من غير ما يتكر ظاهره ما ظاهره تعيط يا بابا يا عمي تحيه لجنه التحكيم بربي مش لجنه التحكيم لجنه الانقاذ بالنسبه ليك انت لجنه التحكيم وتوا كي يربح يولي معناها يفتخر من انه معناها بلا تذكر السؤال هذاك اللي انت ما جاوبتش عليه بالزهر هاك واحد بالزهر هاك جواب الاولاني بالزهر الفائده في الاخر شكون يربح هذا شنو يهمك هذاك اللي يهمك هذا اللي يهمك يا بسام. نعم يا خويا فهمتك علاش اخترته انا تو وزهر مالك جون بول فريدريك ما يهمنيش الفائده في النتيجه في الاخر. يلا بسام نادر شقرون 30 ثانيه يوصلكم للدور النهائي. السؤال يقول بسام شنو هو اسم البلاد اللي السائح فيها كيف يحاول تخطي المجموعة السياحية أو التحدث مع السكان المحليين يزجوا به في السجن معناها كي يبعد على الجيد وعلى الجروب توريستيك يحطوه في الحبس. الاقتراحات روسيا كوريا الجنوبية ولا كوريا الشمالية؟ سي بسام كوريا الشمالية كوريا الجنوبية أنا شك في الشمالية حسبتوا لي الرئيس نتاعهم يقولوا صعيب وكل ستريك تكثر معناها موافق نمشيو في الشماليه في الشماليه
كانك متاكد جنوبيه خد جنوبيه ما ناكل شماليه يلا شماليه 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 بس مش تتبعوا هكا نسيت كيفاش بيه الرئيس نتاعهم هكا مشيت في المنهج هذا اي شبيه هو الرئيس نتاعهم ستريكت على الاخر يقولوا عليه وكل ستريكت فوالا باين الاجابه صحيحه ولا كفايه من الخوف هذاك ستريكت هو ستريكت صعيب وستريكت هكاك ستريكت يتسمى اصعب من الباك صعيب انا مشيت بالمنهج هذا نصور صحيح اسم البلاد اللي سايح فيها كيف يحاول تخطي المجموعه السياحيه والتحدث مع السكان المحليين يزج به في السجن بسام مشى لكوريا الجنوبيه رجعوا نادر شقرون للشماليه للشماليه وخاطر هذاك صعيب ستريكت 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 وصعيب صعيب فهمت وبسام مسكين تلمو معناها اعطاه ثقه في الزهر متاع نادر شقرون بدل راي معناها شو معناها يخلي المعلومه اللي عنده ويمشي تبع الزهر شي يصير له سي جمال يبدل الزهر بالعطر شيء ويقعد يعمل خيوف العشوائي كوريا الجنوبيه هي الجواب الصحيح للاسف اجابتكم خاطئه ماهيش كوريا الشماليه قلت لك يا بسام قول غدوه ما قاليش وليد انا قلت لك ونبهتك وقلت لك ما تتبعوش ياسر راهو عنده معناها المعلومات كي صب لي نشرب كي التاريخ كي الجغرافيا كي السبور كلها داخله في بعضها شكشوكه معناها نورمال تو هو قاعد يخم في نابليون بونابارت هو مش سريك للدرجه هذه طلع انا علمتك صديقي العزيز يلا كيستيون باراز سؤالي باش يفصل فعليا المباراه يديكم على البزار جمال ساسي نادر شقرون السؤال يقول وقتاش تم إعادة مسجد آيا صوفيا للعبادة والصلاة بعد ما كان متحف من سنة 1934 باش نعطيكم اقتراحات خلي ديك على البزار 2020 ولا 2021 ها حاطين لي جاب 2020 جاب خويا مزار الحقيقة معني هز يديم البزار روا اي جام روح جام روح استسلم كان عطيت وقت الاقتراحات ما يخلطش ينزل هو على البزار مزهار يا خويا طفل مزهار يلا نادر معك بسام مره اخرى بسام نعم جاوب صحيح صديقي مبروك عليك الدور النهائي جاوب غلط اوتوماتيكمون ابتسام تمر للدور النهائي نادر شقرون بسام السؤال يقول له شنو تتسمى الثورة الروسية اللي أنهت الحكم القيصري وأنشأت الاتحاد السوفيتي؟ الاقتراحات يا سينادر الثورة اليمينية ثورة الجياع وإلا الثورة البولشيفية أنا متأكد اللي ما تعرف حتى واحدة فيهم ثورة الجياع نسمع بها ثورة البولس ريقد وقت عندك فكرة بسام؟ نعم بس الثورة ما عنديش فكرة كيف بالضبط ما نخرنا يا ضرب المو اي بسام ما عندوش الإجابة بين الثورة اليمينية ثورة الجياع ولا ثورة البولشيفية بولشيفية ثورة البولشيفية نخرنا هذيك من بسام نادر انت ما عندك في السوق مذوق خلي روح ما عندك تحب تنصح حبيش غلطه مره هذه كيما شنو كنت تختار انت الجياع الجياع الوحيده اللي نسمع بها كان باش يختار ثوره الجياع يا بسام بسام الفايده اللي ربحوا في الاخر ان شاء الله ربحنا هاي ما انت ما حتى الكلمات ولا اللي عاد يلقاهم ما كيك ما يونس شلبي نتاع العبيط انا جاوبت لك السؤال اللي قبل مش رجعتك في اللعبه وتو عليك انت ان شاء الله تطلع صحيح بسام مشيت بالزهر ولا كيفيه؟ والله بالزهر بالزهر هكي خاطر هكا هما عندهم اللغه زي مالا بالزهر هكا ايا وفيا وديا وذوكم كلها كمونيه كمونيه عنا احنا كمونيه شنو تتسمى الثوره الروسيه اللي انهت الحكم القيصري وانشات الاتحاد السوفيتي بين الثورة اليمينية ثورة الجياع والثورة البولشيفية شو معناها من من
من سوء الأقدار إنه معناها جمال ساسي متأكد أنا توا كان باش نعطي الإجابة باش يعطيك معناها تيرادة كاملة على الموضوع، هو يخسر وأنت تربح، هذيك معناها الحياة. نطلب بكل لطف سيد المعد وإدارة الراديو تقويونا شوية في نيفو تاع الحصص بالحق. فدينا من الربح بالحق، فدينا من الربح. آه الحصص المنافسية، ركز ركز. هي من الربح، الربح بالزهر تاع الثورة البولشيفية، قال لك فلاديمير ليليتش لينين وتروتسكي وجميع. أنا مطالب باش نربح المسابقة معايا في 1000 دينار 17 أكتوبر يا ودي، والله تحكي له في حاجه صدقني ما يهمو فيها. راس خويا اللي يهمني الربح، الربح المتسابق في بلاش ولا الاتحاد السوفيتي من بعد. اجابه صحيحه، الثوره البولشيفيه. برافو بسام، يلا بسام مبروك عليك الفينال يا بسام. نتلاقاو في الفينال بسام، نتلاقاو بعد شويه بسام. ابتسام الله غالب يا ابتسام، اليوم معناها الزهر ماشي مشي للاخرى ها كالعاده. ابتسام ميرسي بوكو، نخلي لك كلمة الختام على شكون تحب تسلم ابتسام. هاي نسلم على عائلتي كلها نسي عفتم يكل، واحنا نسلم عليك برشا ابتسام بن كرايم من صفاقس. ميرسي بوكو ابتسام، نسلم عليك برشا جمال ساسي. ان شاء الله مرة أخرى يا ابتسام عاود تشارك، عاود تشارك ونربحوا راهو، نجموا نربحوا راهو. شنو المشكلة اللي صارت يا زهر؟ زهر واضحة، زهر لغة خاسرين هذاك، لغة خاسرين، خاسرين مازالوا طرح مزيد مزيد. اخر مره قلبته في لحظه الاخرى انت تجد ما تتخ لا صعيب شيء ولا يهز لك في المورال. اي سبحان الله، اتوال 600 اتوال واحد ديس كود يوصلك لل 20 مليون كاش. ترتيعه صغيره مع البيب، راجعين ال 24 دقيقة على يا فهم احلى راديو. مازال نواصل معكم حتى للخمسة متاع العشية. روندة أولى ينتصر فيها نادر شقرون بالزهر، معناها والعطر شيء كامل، الزهر والعطر شيء. فيشكا فيشكا زاد صح دي هكا ولا صح دي. يلا نمشي للروندة الثانية. حمام لمف 26 عام، سارة دخيلي. عاصمة سارة، مرحبا سارة. شحالك سارة؟ 26. قديش عمرك سارة؟ 26. هاي لاباس، ما زلت في ريعان الشباب. ها اش تعمل في الدنيا سارة؟ نخدم. تخدم، الله المستعان. وين تخدم؟ نخدم في مصحة خاصة. في مصحة خاصة، ربي عينك يا سارة. حاضر المباراة سارة؟ حاضر. يلا قعد معنا سارة، ما تعلقش تليفون، نمشيو لباجة. 46 عام، نادية جديدة. عاصمة نادية، مرحبا. معلش ما تصفقوش على نادية وراقدين ومقيلين. صفقوا عليها على الأقل، صفقت على سارة، صفقوا على نادية. شو ما علاش صفقت على حومة نادرة بكلها؟ صحيت. هاي نادرة، نادية حاضر المباراة يا نادية. حاضر. اش تعمل في الدنيا نادية؟ والله قاعدة في الدار. اي خي ارتحت، ارتحت. مالا باش نبدا معاك انت يا نادية، قوية في الكوجينة نادية ولا؟ لا كيكة. قد ايه على 10؟ 9 كيكة على 10. 9 على 10 كيكة؟ كيكة 9. ان شاء الله ان شاء الله لك كيكات الكل كيكة. خلنا نسألوا سارة، خلنا نسألوا سارة باش نبدا وعطينا الحق للناس الكل. سارة قوية في الكوجينة ولا؟ شوي شوي. قد ايه على 10؟ 9.5. 4 على 10. لا لا خلينا نبدا بنادية. ارتاح انت سارة. نادية. نعم. يلا نادية 10 ثواني، مطالب انك تعطيني 3 اجابات صحيحة. السؤال يقول نادية، سمي لي 3 انواع متاع طاجين. طاجين ملصوقة، طاجين بريك، طاجين نادية. التسعة ذي كيفاش خذيتها؟ نحب نفهم انا. والله التسعة ذي كيفاش خذيت؟ الطاجين الملصوق هو الطاجين البريك. ها؟ الطاجين الملصوق يعني حسبته ولا صحيح هذاك؟ طاجين ملصوق، ما طاجين ملصوق. طاجين شنو اللي قالت من الاول؟ طاجين ملصوق من الاول، طاجين البريك. اي باش نعمل له؟ باش طاجين البريك فوق الطاجين، انا وين نعرف؟ طاجين سلاطة، طاجين سلاطة، طاجين جبن، طاجين شو اسمه بتاع البي هذاك اللي يبدا تيران. ها طاجين البي. طاجين البي. يا نادي التسعة ذي يا ذنوبي. يلا ميسيل شايز إجابة واحدة هي بيدو، خاطر تاجين ملصوق هو بيدو تاجين بريك. نقطة فقط لنادية. نمشي لسارة. سارة. نعم. هاي يلا سارة حاضرة. حاضر. يلا 10 ثواني سارة، سؤال يقول سارة، سميلي 3 حاجات النجم نعلقهم في الحيط. كواترو تلفزة. يس في البرك، يس مونجالا كواترو ترزا، يس في البرك. انتهى التوقيت، يزي عندك زوز اجابات.
سارة لك الاختيار، نادر شقرون، ملك الزهر، وإلا جمال ساسي. نختار نادر. تحبوا الزهر يا خويا؟ ها تحبوا الزهر؟ حاجه ظاهره مش تختاروا، وليت مستانس. شو يقول لك نادر ظاهره معناها؟ ظاهره كيما مستانس اللي مش نربح معناها في الاخر، مش اختاروني انا كيف كيف. خويا ثقه في النفس ما خلاني نقول حتى كلمه، اما استنى يجاوب على الاجوبه اللي حاجتي بهم انا، تتفرج في العرض. بسره مع سي نادر شقرون، مدام ناديه مع جمال ساسي. نمشيو مباشره لسؤال السرعه. جمال نادر، السؤال يقول: من ماذا خلق الله كل شيء حي؟ الماء. هو نزل. الماء. لحظة باش نبدل. لا قوية بس. نعرف الإجابة ولا نعرف؟ معناها تعرف شنو نزل جمال في بالي نزل على البزار. نزل نادر. ما عندوش الإجابة راهو. نزل وقعد يستنى. جاوب جمال، خذا الإجابة نتاعو وقالها. لا ما قالهاش جمال ولا ما قال. ولا لا سمعت. الحق ولا لا سمعت. حتى كنت ترجع للفار باش تخسر. انت علاش نزلت من غير انت علاش نزل قبلك هو؟ لا ورا نزلت انا. ايه ما هو نزل قبلك هكا ولا ايه؟ تفضل سي نادر تفضل. والله ديما رابحين. تفضل مسيو بروبر عندنا مسيو زهر تفضل. ايه يلا معك شكون؟ تسارة. سارة. يلا سارة 30 ثانية. عندنا من الماء كل شيء حي. اي خويا هاو جاوب هو. انا بارك بالي نزلت. يلا سارة معك نادر شخرون 30 ثانية. السؤال يقول: صح عليه، شكون الرئيس العربي الوحيد الذي رفض التوقيع على إعدام الرئيس الراحل صدام حسين في التصويت لمجلس الأمن؟ الاقتراحات: علي عبد الله صالح، معمر القذافي، ولا حسني مبارك؟ شكون يا نادر؟ هذا الإجابة سارة. قذافي. معمر القذافي. حطينا معك ما ت خويا مش معك نص حكمش في معمر القذافي. سارة جاوب نهائي يا سارة. نهائي. وثيقته في نفسه كبيرة. ننصحك عليك. سمعت الجملة اللي قالها لها؟ قالها ننصحك امشي في معناها ننصحك. عبد باش ينصح. غلطها المرأة. يبدا اوموا عنده معناها ما يكفي صحيحة. من المعلومات ولا الثقة ولا غلطنا مرات. الرئيس العربي الوحيد اللي رفض الذي رفض التوقيع على اعدام الرئيس الراحل صدام حسين في تصويت لمجلس الامن هو الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وإجابة خاطئة يا نادر يا شقرون. عبارة ما عملنا شيء، ما زلنا 0-0. السؤال الأولوية مرة أخرى يا سارة. نعم. كيما نصحت بسام هاو باش ننصحك أنت. راهو ما فاهم شيء من حد شيء. يا سارة بسام ربحها راهو قبيل. مازال تلعبها مازال. بالزهر. تختارها بالزهر كل شيء بالزهر أنت كبشت لي بالزهر. نادر شقرون خليني ننصح المتبارين. أنا نحب نحافظ على المتبارين نتاع العباد. تخسر فيهم أنت المتبارين يا وليد. كل جمعة تخسرهم تنصحهم ما يشاركوش معايا بعد يخسروا. عجيب. بالطبيعة. خليهم. خسرت مرة أنا من اللي بديت. خليهم. يعني خسر المتبارين سي وليد. السؤال الأولوية مرة أخرى. نادر شقرون جمال ساسي، السؤال يقول: شنو هو اسم الدولة اللي قال عليها صدام حسين إذا سقطت سقط العرب؟ مصر. مصر جواب صحيح. برافو جمال. هاتوا باش يشدك ورا بعض. تاك 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 رفال توي. يلا جمال معاك نادية. نادية. نعم. طاجين جبن تنساه يا نادية. والله نسيت. باهي يا نادية باهي. جاي رمضان نادية نورمالمون توا راك ورقة وستيلو. محضر واحد المينو تاع كل يوم. تاع كل يوم راك جمعة كاملة توا. حضر الطاجين وقتاش، البريك وقتاش، كفتاجي وقتاش، مقرونة وقتاش، هكا ولا يا نادي؟ اي مال شنو؟ وصلات بلانكيت وقتاش؟ مال. يلا كيف الخبز؟ سعيد. يلا نادية معك جمال ساسي 30 ثانية. السؤال يقول: نادية ما هي أكثر لغة تحتوي على حروف؟ الاقتراحات: اللغة الفرنسية، اللغة الكمبودية، وإلا اللغة العربية. يا أخي أنت ما تشوش علينا معناها. يا أخي أنت عايش معنا ما تنزلش أنت على البزر. هو عنده البزر. لا إله إلا الله. نادية. لا والله يونس الشلبي خايف لا يبدأ يلعب معنا يخرج من اللعبة ينسى روحه. بشي ينحي لك التابلت. تحس داخل عبارة خارج مش موجود. نادية. نعم. نادية. نقترح عليك ولا كيس ديد الرأي الكمبودية.
هاي نادي باش تبعو كمبودية. كمبودية حفظ طاجين شنو طاجين الاخر قلت عليه به طاجين الاخر طاجين سلطة طاجين سلطة خاصة طاجين سلطة حفظ طاجين سلطة طاجين سلطة خضراء ويعملوا طاجين سلطة مشوي سلطة مشوي سلطة لا سلطة مشوي أنا بديت نادي حفظتهم شوية كبار شوية كبار شوية كبار حط فيه صحيح رشة رشة كبار رشة كبار من عيمن وشوية هكا كجبن ذاك اي صحيح التريونغل هذوك باهي اي مثلثات صحيح صحيح أحسنت يا جمال ماش خاف عليك في الكوجين نادية اللغة هي اللغة الخاميرية وهي أكبر لغات العالم 72 حرف اللغة الكمبودية جواب صحيح برافو برافو جمال نقطة أولى مواضيع ذي ما عندك حتى دخل فيها ما تخزر شكيك خضر وبيت في الكمبودية حاجات ما تعرفهم هو وليد رأي قدام التابلت والله كما جيش عنده تابلت وليد بيدو ما يعرفهم لا متأكد. لا لا يعرفهم نتحديك أنا متأكد ما يعرفهم نتحديك نهار نتحديك نهار إيجا أنت نشط في بعض بلاستي تنرعبين بيش يا تنعملوها نهار كده تنعملوها نهار هذا خلنا نشوفوك يلا جمال نادر 30 ثانية عفوا الأولوية يلا شكون باش يكون أسرع البزر السؤال يقول سهل مير سهل مير شكون الحيوان اللي ما ينساش اللي ظلمه الجمل الجمل بما حمل حقول شيل شيل حقود. يا بابا حقود اي تظلمه ما 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 ما, ما يراتيش يلا نادي يا جمال 30 ثانية سؤال على نقطة مهمة توصلك للدور النهائي ونادر شقرون يبقى في مكانه متمسمرا في التسلل يتفرج يتفرج يلا سؤال يقول جمال نادية 30 ثانية السؤال شنو اسم الطائر اللي ينتحر كيف يمرض الاقتراحات الصقر النسر وإلا البومة نادية نعم نسمع فيك شكون الطائر اللي ينتحر كي يمرض النسر ولا الصقر ولا البومة البومة نستبعدوها هو صقر اي انا ما بين الصقر والنسر ما يظهر لي النسر هو اللي ينتحر صقر 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 اي قول الصقر وكهو فهمتي خاطر انت قلت الصقر باش ما نقولش انا خسرتك باه نادية سلام شنو اسم الطائر اللي انت حركي في يمرض بين الصقر النسر والبومه الصقر الصقر جواب نهائي نادية نهائي 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 نادية نهائي 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 خويا فهمتش انا عطيت فرصه لساره قالت لي لي ما نخوش عطيت فرصه لنادية قالت لي لي ما نخوش يا خويا ما عادش نعطي حتى فرصه انا للاسف الاجابه خاطئه هو النسر مش البومه يا نادية شبيك ما بدلتش رايك يا نادية يا نادية يا نادية ريقي شيح وانا نهائي 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 قلت لها النسر ما هي الصقر قالت انت وليت شكيت انا وديما الحكم يحب يربح ضدي لو في ديما يحب يربح ضدي جامي عطيت لسارة فرصة ولا ليه حتى سارة ما بدلتش رايها ليه قلت لها نهائي نهائي مرة برك عاودت لها ستة مرات انا عاودت لها مرة برك مرة برك لا هو يا انت ولا عندك معناها انفصام في الشخصيه ليش مو رجل البار نجم التحكيم قدامه نجم نرجع قداش من مره سالتها ساره سته مره كيما الاخرى بالضبط باش تقول لك ايه بالطبيعه باش تقول لك ليه من بعد نجم نفرجوا ونشوف نادر شقرون نادر شقرون راه توا الاربعه نتاع الخمسه غير ربع وانا ما زلت مانيش فاتر معناها ما عينيش معناها تصير كوارث في الوقتين يا عم ربي الدنيا بعد الوقتين يلا سيدي ما زلت المباراه معناها عندنا نقطه صفر من النقاط نمشي مباشرة للسؤال الموالي دونك جمال نادر السؤال يقول سارة ما تنساش شنو هو الشكل الهندسي اللي يحتوي على ثلاثة أضلاع مثلث الحمد لله الجيومتري قوي الحقيقة ضعيف شوية في الجبر اما الجيومتري قوي مثلث يخدم انا هذا يخدم خوي يخدم يا اما ماشي معاه زهر ما تحكيش معايا تكونوا ماشيين للنسر تبدلوا للصقر وحدكم هكاك لا لغه مضروبه هذيك سي الحكم منحاز على الاخر زيد انت متاكد هذه لغه مضروبه احنا ما نقولوهاش في الانتيه لا نقولوها لغه مضروبه عاديه على الاخر ماشي لغه معناها صحيحه فوالا ما نقولوا كلمه صحيحه
متخوله من كلمتين. استعمل عبارات معناها ترتقي لل بصراحه يبدا الكم والحازم نجم نستعملوا معاك العبارات هذو. بعدك يبدا الحكم ماشي من الطرفين نجم هذا اخر حلقه اليوم. يلا نادر معاك ساره نربح اليوم بعد اخر حلقه. يلا نادر معاك ساره 30 ثانيه. ساره السؤال يقول شنو اسم الدولة اللي اخترعت لعبة الشطرنج؟ الاقتراحات الصين، روسيا ولا الهند؟ يا سيدي تعرفها سارة؟ روسيا. سارة يلا ما عندوش الإجابة نادر بيانسور. جاوبني هي ايه شنو اسم الدولة اللي اخترعت لعبة الشطرنج بين الصين روسيا والهند؟ اخترتوا روسيا. روسيا والإجابة للأسف خاطئة. شوف كيف ما تقبل القلم نهائي نهائي خمسة مرات. مرة برك قلم نهائي مرة برك وبعد يقولوا لي كيفاش نقول الحكم مش منحاس. يا أخي ديما نعطي أنا فرص ماكش عام ساعات يعطي فرصة ساعات على كل المستمعين متاعنا مركزين مع كل شيء. ما نهائي نهائي قالها مرة برك تو متأكد من المعلومة نتاعي. فما والله يا سيد المخرج فما كلمات ما نجمش معناها نستعملها مع تو به بعد خاطر عندي الحق ما تظهر. كيفاش؟ عندي الحق ما انا مطالب اني نعطي فرص ولا منحاس شويه سي وليد كل صراحه ما مش باني اللي بقل قلت لها بالعكس ننصح فيهم باش ما يتبعوكش. مش باني اللي بقل قلت لها نهائي 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 تو نهائي نهائي مره برك قلت لها مره ما مش ديما نعطي مش ديما نعطي فرص كل ما نقدموا كل ما ينقصوا كلمه مش ديما نعطي فرص على كل مازلت مازلت يلا يديكم على البوز مرة أخرى. جمال نادر السؤال يقول أكمل المثل الدهر يومان يوم لك ويوم الفار شدوا شدوا الفار عند أعطيني 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 اللي جاب الساعة تعرفها ويوم عليك ويوم عليك يوم لك ويوم يوم ليك عليك. يوم عليك صحيت. جمال معك نادية 30 ثانية صديقي. نادية 30 ثانية جاوب صحيح مبروك عليك الدورة النهائية. سؤال يقول شكون السلطان المسلم اللي ربح المغول ب 300 جندي؟ الاقتراحات سليمان القانوني، الظاهر بيبرس وألا جلال الدين الخوارزمي. لله سليمان انا يظهر لي ظهر بيبرز ولكن سديد الراي خاطر السلطان سليمان مش 300 جندي عنده هنا جنود وفي الوقت يا معايا اكثر شوف الاقتراح الثاني الثاني يلا بزارك. هاي ناديه جاوبني هي الاقتراح الثالث شو خلينا نعاود لك سليمان القانوني الظاهر بيبرس والا جلال الدين الخوارزمي. جمال اختار الظاهر بيبرس. نختار كيفو. تختار كيفو الظاهر بيبرس. شكون السلطان المسلم اللي ربح المغول ب 300 جندي؟ ريت حتى هاوكا نادية اللي عطيتها لا فرصة لا فخ. انا هي قالت الثالث وانت قلت لها جميل اختار الثاني رجعتها يعني ما مش رجعها حتى المعلومة رجعها هي قاعدة في بلاصتها و ما يسالش ما يسالش هي ساعة ما تذكرهمش اصلا المعلومات. يا نادي نعم كنت باش تتبع جمال انت ولا لا؟ ايه باش نكون متبعه صحيت ريت يا خويا خويا سي مو في بيردون ما تلومش عليه ما تلومش عليه يحب هذوما كي يحبوا الارجون فاسيل يحبوا الربح السهل ما يحبش يجتهد ويقرا لروحه كذا لا لا ماش يحب الربح السهل يقعد هكاك باش تواتيك مره اثنين ومن بعد باش تاكل العصا. شكون السلطان المسلم اللي ربح المغول 300 جندي هو العبره في الخواتي ناديه نعم الإجابة خاطئة ماهوش الظاهر بيبرس هو جلال الدين الخوارزمي. ريت كيف ظلمني أنت ريت كيف ظلمني أنت حلقة كاملة ظلمني وفي الأخر ديما نربح شنو هو هاك ظلمني تو حلقة كاملة ظلمني شو من قبل ما نقعد ظلمني شوي اعتذر كي تظلم عبد اعتذر حبيت شوه لي سمعتي حتى المرة اللي فات حبي شوه لي سمعتي اعتذر 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 يلا ذالي مش يفاول وفاول اسلا. يلا سيدي مازالت المباراة متواصلة مازالت مباراة بما انه احنا نقطة صفر مازلنا مواصلين. يلا جمال نادر يديكم على البزار. السؤال يقول
ما هي الحشرة الوحيدة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها؟ أي بين الوزغة وبين الناموسة. الوزغة. تفضل معها. يلا سيدي نادر معك سارة 30 ثانية. السؤال يقول كان عنا موسى نقتلها بغير ما يقول الرسول. وين تم اختراع البارود لأول مرة؟ الاقتراحات: الدولة العثمانية، ألمانيا، ولا الصين؟ أنا جاوبت لك الوزغة توا عليك أنت سارة. ألمانيا تقولها؟ إيه نمشي ألمانيا. سارة جواب نهائي. سارة وين جواب نهائي؟ سارة نهائي نهائي. كيف يستعمل بدل؟ أي بدل سارة. عثماني. جواب نهائي. شنو مهم الأكثر؟ الدولة العثمانية، ألمانيا، ولا الصين؟ أي عثمانية. العثمانية جواب نهائي. وين تم اختراع البارود لأول مرة بين الدولة العثمانية، ألمانيا، ولا الصين؟ خليت الزوز، مشيت للزوز غلطين وخليت الصحيح الصين. عيط من الفرنسية والرونديت. الروندة دايما مش قلت لك صراحة المرة هذه أعطاك فرص، قال لك نهائي وبعد أعود لك نهائي مرة أخرى. أعطيتها فرصة ولا أعطيتها زوز فرص. ستعرف ستعرف حتى في العثمانية زدتها. شنو؟ حتى في العثمانية قلت لها عودت لها مرة أخرى. هاي يا سيدي. يلا جمال نادر ما زالت المباراة متواصلة. سؤال البزر. السؤال يقول شنية الخضرة اللي كيف نقطعوها عينينا الدمع؟ البصل. نزلت بسرعة أسرع منك. أسرع منك يا جمال. يلا نادر معك سارة ما زالت المباراة. تعطيني السؤال. السؤال يقول 30 ثانية. وقتاش تعرض أول فيلم في التاريخ؟ 1850، 1860، ولا 1878؟ ليه سي جمال يعرفها سير وعنيه نصور ونمشي والستين في الوسط نصور هكا. نسيتها نعرفها ونسيتها يذول لي ستين. غالة شنو تقول سار؟ اي آه شنو الاقتراحات؟ 50، 60، ولا 78؟ 78. متأكدة من معلومة؟ لا ما نمشي معايا انا خير في الوسط ستين. نمشي معاك. قديش؟ 1860. 1860. وقتاش تعرض اول فيلم في التاريخ؟ جواب نهائي يا سارة. سارة جواب نهائي. 78. وقتاش تعرض اول فيلم في التاريخ بين 1850 ولا 1860 ولا 1878؟ الاجابة 1878. اجابة صحيحة. صحيح. 78 جواب صحيح. واخيرا باش نعطيكم معلومه اللي السؤالات الكل فات. اتفقنا سي جمال. اتفقنا سي نادر. رحيتهم الكيستيونات الكل، ما خليت لنا حتى كيستيون باراج وحتى كيستيون باش نستعملوا. دونك باش نمشيو للمانيوال تو. ماك تعرف كيف الاوتوماتيك ترسل ولا عندك تو. نتعداو للمانيوال. ايديكم على البزر، حطوا لي السيستم تاع البزر يخدم. هذا اخر سؤال. ها سؤال كيستيون باراج. اي كيستيون باراج. جمال نادر يديكم على البزر. البزر يخدم. ها البزر يخدم وما نشوف شكون يشعل. اي كيستيون باراج. السؤال يقول شنو اسم اول دولة اخترعت السوشي؟ اليابان. جواب صحيح. انا معنا نعرفها الحكايه، معلومه نعرفها يا اخوي. شو اقول لك يا اخوي؟ هو اسرع. هاي يخدم 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 يا جمال. يزي ما تكون كان في الميكرو ساعه. ننزل فهمتي؟ يخدم يا جمال يخدم. اسرع منك كان وكاو. يلا نادر 30 ثانيه. جاوب غلط اوتوماتيكمون ناديه تمر للدوره النهائيه. سؤال حاول جاوب غلط يا جمال. شنو هو مصدر الضوء الصادر من القمر؟ الاقتراحات:
انعكاس ضوء الشمس، انعكاس ضوء القمر، والا ضوء القمر نفسه. هاي ساره، شنو هو مصدر الضوء الصادر من القمر؟ انعكاس ضوء الشمس، والا انعكاس ضوء القمر، والا ضوء القمر نفسه؟ انعكاس ضوء الشمس. معها جواب نهائي ساره؟ ايه نهائي نهائي. هاي ساره، نعم جواب نهائي الشمس. نورمالمون انعكاس ضوء الشمس. المره ذي اعطيتك فخ وما وقعتش في الفخ. جواب صحيح، برافو. انعكاس ضوء الشمس. روند ثانيه نادر شطرون. واخيرا لا نحب نقول يا سارة، شفت كي سمعت كلامي ربحت في الاخر. تعبت انا تعبتني انا. سارة في الفينال. نادية ميرسي بوكو، نتلاقاو ان شاء الله في فرصة اخرى، وان شاء الله نشوف اسمك في القرعة نتاع 20 مليون يا نادية. سلام عليك برشا نادية، ميرسي بوكو. ترتيحة صغيرة مع البيب راجعين. الفينال اختي شنو عملوا؟ 50 دقيقة علي في محلى راديو من الروندة الثانية. الروندة الثانية كلاتنا 10 كيستيونات يا سي جمال. يلا باش نعاودوا القرعة، ما عادش عندنا برشا توقيت. سارة بسام زوج شاركتوا مع نادر، باش نعاودوا القرعة من أول وجديد. نبدا بك أنت يا سارة، 10 ثواني سؤالي. قول سارة، سمي لي ثلاث حاجات نطيبوا بهم الكسكسي. ثلاث حاجات شنو؟ نطيبوا بهم الكسكسي. الدلاعة دلاعة شنو؟ كسكسي نطيبوا بهم الكسكسي. الدلاعة طيب به الكسكسي. والله كسكسي بالبنان. باش بالرمان الرمان شنو؟ هذاك المسفوح. حمص بطاطا. سارة صفر إجابة. ريت كي تخالط نادر شقرونش يصير لك. صفر إجابة في 10 ثواني. أنا ساكت أنا. يلا بسام، 10 ثواني مطالب تعطيني إجابة فقط. السؤال يقول، سمي لي ثلاث حاجات نلقاهم في الغابة. أشجار، حيوانات. هكا ويز في البركة. اختار بسام، هاي نادر ولا جمال؟ نادر. برا يلا تحبوا ال هاي برا. يلا بسام مع نادر، سارة مع جمال. سؤال الأولوية، السؤال يقول، أين تقع أبرد مدينة في العالم؟ في عقل ينزل البزر ويقعد يخمم. في روسيا. في روسيا أبرد مدينة في العالم. في روسيا. يلا جمال معك سارة، 30 ثانية جمال. السؤال يقول، وين نلقاو جبل آدم؟ الاقتراحات، السعودية، سريلانكا ولا سويسرا يا جمال؟ بينجم يكون كان في السعودية جبل آدم، نتصورش في سريلانكا ولا في سويسرا. سويسرا شو يعمل؟ سريلانكا. جاوبني هي سارة. السعودية. قلت لك أنا ما تحب سريلانكا، أنت سريلانكا. جاوبني. تعرفوا سارة؟ ما نعرفوش. مالا جاوبت بالزهر؟ إيه. والله جواب صحيح، برافو، احسنت يا سارة. وكنت باش سارة كانت طالعه مع الزهر. اخنا جماعه الزهر. سريلانكا. جواب صحيح. جواب صحيح يا سارة. نقطه اولى. سؤال الاولوي مره اخرى نادر جمال. السؤال يقول، شنو هو اسم الحيوان البري اللي يشرب من ماء البحر؟ مش تخمم عندك الأسد. الجمل اللي يشرب ماء البحر خاطر الكلاوي نتاعو يصفيو الأملاح الزايدة الكل. صحيح. هاي ها وينين بنين ربي هذاك هاو قاعد تشوف فيه العقاب السيستم نتاعو. الزهر. يلا جمال سارة، 30 ثانية تجاوبوا صحيح، مبروك عليكم الألف دينار. السؤال يقول، شنو هو اسم الحلوى التركية اللي عمرها أكثر من 500 عام وكانت المفضلة لبيكاسو وتشرشل ونابليون؟ الاقتراحات، حلوى نوح، حلوى راحة الحلقوم، ولا حلوى أرمك؟ سارة عندك المعلومة ولا لا؟ أنا اللي نعرفه معناها فهمت الثلاث معروفين أكثر حاجة معناها هي الحلقوم، معناها يعني هي تتصور هي الحلقوم. يلا سارة بزرق بشتبع جمال، حلوة تراحة الحلقوم.
شنو اسم الحلوى التركية اللي عمرها أكثر من 500 عام وكانت المفضلة لبيكاسو وتشرشل ونابليون؟ بسام أنا شو قلت لك من الأول؟ عادي عادي باهي يا بسام، أنا شنو اللي قلت لك صديقي؟ ولكن أنا معناته المو أنت صديقي معناه ما نحبكش مغشش، رغم اللي نصحتك ونصيحة من الدين. عادي عادي ليه تنجم تعاود تشارك معنا مرة واثنين وثلاثة. مبروك عليك بوندا شا قيمته 100 دينار، وكل ما تلقى نادر شقرون ما عادش تشارك جمع. ميرسي بوكو بسام سارة، مبروك عليك 1000 دينار من هدية اتصالات تونس، مبروك عليك يا سارة. سارة استعملت التكتيك نتاعي سي جميل. ميرسي سارة، 1000 دينار من هدية اتصالات تونس. جمال ساسي ميرسي بوكو، نادر شقرون ميرسي بوكو، عزت ودي في الاخراج، محمد شاحة في الاعداد، سفيان ايهاب فريق اف ام تي في. السلام عليكم، برشا نتلقاو غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت. رقصي من الناس كل، باي باي.